ايبي جيمنج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. وقبل نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ابطال، النهارده مش الجزء الثاني من يعني سلسله تحدي ماني مجرم ضد الهكرات. ان شاء الله هنلعب، يعني هيبقى فيه 10 اجزاء زي ما انا قلت لكم، لعبنا منهم جزء يبقى بقى كده 9. فعامه النهارده مش جاي العب مع حد ولا اي حاجه، جايين نتكلم يا ابطال عن سان هيلي. طبعا يا ابطال تعالوا كده نبحث عن سان هيلي، المفروض اللي هي تعاونت مع ام دي ار بي، وفجأة كده قاعدة تغير في سكناتها. زي ما انتم شايفين سكنها عبيط جدا، ايه ده السكن ده؟ مش مخيف ده يا بنتي؟ بصراحة الموضوع بقى غريب، وهي عاملة اكتر من 5 مبات زي ما انتم شايفين يا ابطال. مش عارف مبات كلها غريبة، واكتر ماب يعني عليها فيزيت هي الماب اللي اسمها هاكرز ميت اند جريت. طبعا احنا الماب دي دخلناها قبل كده، الماب دي عليها اكتر من 100,000 فيزيت. يعني مش عارف على ايه، يعني انا دخلت جوه ما فيهاش مش الواو يعني. يلا بينا يا ابطال دلوقتي، يعني نروح نبحث عن ام دي ار بي، تمام؟ ام دي ار بي، ونشوف هل فعلا هي متعاونه فعلا معاها ولا لا. لحظه كده، اما ايه ده؟ يا جدعان هو في ايه؟ مش انا كنت فاتح حسابي؟ ايوه مشكله، عادي اكيد مشكله. لحظه يا ابطال هفتح حسابي وهرجع لكم تاني. طبعا يا ابطال دلوقتي المفروض اللي انا يعني انا المفروض اللي هو ادوس لوج ان يا ابطال، يعني يدوس ويفتح الايميل. يا عم في ايه؟ ايه ده؟ استنوا، بيقول لي اعمل اللعبه دي اللي هو الحركه دي، اكيد كلكم عارفينها الفيرفاي. طب يا ابطال هعملها واشوف ايه اللي هيحصل. طبعا يا ابطال جربت دلوقتي وعملتها، مش فاهم ايه اللي بيحصل. يا جدعان انا كنت بصور لكم فيديو عادي وقدامكم اهو، انا مش فاهم. طب يا ابطال هروح افتح حسابي الاصلي واشوف يعني ايه اللي حصل في حسابي. انا مش ناقص يا جدعان كل اشمعنى حسابات التحقيقات يا جدعان اللي بتهكروها. طبعا يا ابطال دلوقتي المفروض ان انا ببحث على الحساب بتاعي. طبعا هو ده يا ابطال الحساب مفتوح دلوقتي. ايه؟ لا 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 لا، ما تقوليش صديق واحد ازاي بس؟ يا جدعان انا مش ناقص يا جدعان، احنا كنا بنحقق وعادي والدنيا ماشيه وشغاله وبنشوف التحديثات الجديده. طب وايه اللي حصل ده يعني دلوقتي؟ مين؟ سن الحق يعني دي يا راجل، ده انا لسه لاعب معاك تحدي امبارح. هو يا ابطال اللي لسه لاعب معاه تحدي امبارح، وكان فيديو اسطوري جدا، وانا حتى قلت لكم الفيديو ده حبيته قوي، وانتوا حتى في الكومنتات قلتوا لي الفيديو جامد. طب يا جدع انا عملت لك ايه طيب؟ وليه تاخد حسابي؟ يا ابطال انا حاسس اللي هو يعني، ولما نيجي نعمل ريفرش حاسس اللي هو يعني هيغير كل حاجه في الايميل، واكيد هو كده يا ابطال غير الباسورد. الموضوع ده يا ابطال بس هو فاكر كده اللي انا يعني اللي انا كده بقى خلاص يعني مش هكمل، او تيم اي ار سي فاكرين اللي كده مش هكمل في التحقيقات. انا كده كده اصلا يعني اي نعم في ناس زهقت كتير قوي من التحقيقات، لكن اللي بيحصل معايا ده بصراحه اقسم بالله كتير قوي، لان انا الوحيد يعني في ناس كتير قوي بتعمل تحقيقات. اشمعنى انتوا جايين عليا؟ والحساب ده يا ابطال متامن بنسبه كبيره قوي، وحاطط فيه جيميل وعامل فيه، قلت بقى عشان حساب ايه ما يتهكرش تاني. انا لسه عامل الموضوع ده من اسبوع، لان انا قلت ايه، انا مش فاضي اعمل حسابات تانيه جديده، لان انا وعدتكم ان انا هطلع فيس كام، وفي حاجات كتير قوي هتحصل الفتره الجايه، وجبت الكروما وجبت السماعه اللي هطلع بيها الفيس كام، وجبت حاجات كتير قوي حلوه. فالمفروض بقى اللي هو ليه بقى بتعملوا معايا كده؟ انتوا عايزين تنهوا السلسله؟ طب انهوها على خير، مش تنهوها على اللي انتوا تاخدوا حسابي وتهكروه وما اعرفش افتحه تاني. تعالوا يا ابطال كده، طيب يعني نعيد الصفحه، انا حاسس اللي هو في حاجات كتير هتتغير. او ماي جاد، شوف يا ابطال عمل شكل ازاي يا عم. والنبي لا ما تعملنيش اسود، والنبي اي حد بيكرر الحسابات مش عارف ليه بيعمل شخصيه لونها اسودة كده، وبيحط عيون لونها احمر وحاجات مخيفه. كاتب في الاباوت هاكد باي، هو كاتب اسمه اي ار سي ليدر، اي ويل هاك مس ايه. او ماي جاد، ما تقولش ده عايز يا ابطال يهكر مس رورو. يا ابطال اكيد كلكم عارفينها بتعمل تحقيقات زي كده، وبرضك تقريبا عامله حساب تحقيقات،
وواضح كده حتى لقيتها ابطال من اسبوع. من اسبوع ايه يا بلال؟ ركز يا بلال، معلش يا ابطال والله مش مجمع. يعني لقيتها منزله امبارح بالليل تقريبا او من يوم، بتقول ان حساب اخوها بيحاول يعني يفتح الايميل، الحساب بتاعه في لعبه روبلوكس، مش عارف اصلا يفتح الايميل. فواضح يا ابطال الموضوع كبير، وواضح ان الشخص ده فعلا ما دام هكرني انا، يعني المفروض انا اللي عامل اصلا موضوع التحقيقات، وانا اللي كنت بحقق بقالي كتير قوي. يعني انا مش فاهم، انا صراحة لساني يعجز عن الكلام، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا بصور لكم فيديو عادي، ومفروض الفيديو اصلا ده يا ابطال يبقى عنوانه يعني اللي هو سان هيلي وايه علاقتها مع ام دي ار بي، وليه هم تعاونوا مع بعض، وازاي ومين اللي وصلهم ببعض. لكن اتفاجئ ان الايميل يتقفل في وشي اثناء التصوير، يعني يا سبحان الله على الصدف. يا جدعان انا مش ناقص والله، والله حرام انتوا بتعملوا فيا ده. انا برضك غلط، الغلط عليا، لان انا امنت يعني التيم ده المفروض اصلا ما يعني ما املوش خالص ولا اكلم حد فيهم، ان دول في اي لحظه ممكن يغدروا. انا الصراحه مش عارف اعمل ايه دلوقتي يا ابطال. انا عملت ريفرش للصفحه واتفاجئت اللي هو غير السكن بتاعي. وطبعا يا ابطال السكن ده لو تفتكروا ان السكن ده هو السكن اللي في ايميل نوب جيمز 454، واضح كده ان الحساب راح. وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه، ومش عارف يا ابطال، انا مش في دي حاجه اعملها بصراحه. حاسس ان انا هوقف تحقيقات ومش هكمل تاني بسبب اللي بيحصل ده. انا اتفاجئت، طب وليه يعني؟ اشمعنى انا وجايين عليا كده جامد؟ انا بكشف لكم بس وبقول لكم الحاجات اللي بتحصل. في اكتر من ناس، يعني اكتر من واحد بيعمل نفس الموضوع اللي انا بعمله، وممكن كمان بيكون بيقلدني، بس عادي يعني هو بيعمل فيديوهات. لكن اللي انت توصل اللي انت يعني فعلا بتهكرني، يعني فعلا بتهكرني وتاخد الحساب بتاعي وانا قاعد عليه وبصور كمان عليه، يعني بجد بجد صدفه عمرها ما هتحصل، يعني عمرها ما هتحصل فعلا. فابطال انا مش عارف بصراحه اعمل ايه دلوقتي، والمفروض الفيديو اصلا ما يكونش على الموضوع ده. ايه ده يا ابطال؟ انا ما خدتش بالي، ده كمان بعت لي طلب صداقه في حسابي الاصلي. يعني انت خلاص مش خدت الايميل والنبي، طب عايز مني ايه تاني؟ عايز حساب الاصلي تعمل بيه ايه يا عم؟ خد الحساب اهو بال2700 فولو، يعني شكرا بجد لكل بطل وبطله عملوا فولو للحساب من غير ما اعمل له اي حاجه. انتوا اللي عملتوا الفولو ده، وكنتوا يعني معجبين قوي بسلسله التحقيقات، وحاسس ان انا كده هبطل سلسله التحقيقات وهوقف، لان اللي بيحصل ده انا مش عايز اغامر ويحصل حاجه في ايميل الاصلي. فيا ابطال واضح كده ان انا مش هشوفكم تاني في سلسله التحقيقات، الا لو الفيديو ده ابطال وصل ل 2500 لايك في يوم واحد بس. الفيديو ده ابطال وصل ل 2500 لايك في يوم واحد او 2000 لايك في يوم واحد بس، يعني هفكر واحاول ان انا يعني ارجع الايميل. مع ان انا ابطال كنت عايز ارجع ايميل نوب جيمز 454 الاول، وناس بتقول لي كتير قوي يا بلال انت ليه عايز ترجع الايميل ده؟ قلت لهم يا عمي في ايه، عادي عايز ارجعه وعايز، مش ده ايميلي واعرف مين اللي سرقه. فانا كده ابطال عرفت يعتبر مين اللي اخترق الحساب بتاعي اللي هو نوب جيمز 454، واديكوا شايفين دلوقتي. يعني مش عارف اقول ايه ولا اتكلم، فهقفل الفيديو ابطال لحد هنا. اتمنى يعني تشوفوا لي حل، ولو انتوا عايزيني فعلا اكمل هشوف كل كومنتاتكم، ونحاول ندخل معاه على الاقل، او نرجع الايميل ده. يعني لازم، انا مش عارف والله. خلاص يا ابطال انا هاني الفيديو لحد هنا، واشوفكم على خير. مش عارف اقول لكم حطوا لايك ولا اشتركوا في القناه، ولا زي ما بقول بالحماس بتاعي وكده. خلاص يا ابطال حط براحتك اللي انت عايزه بصراحه، مش فارق معايا خلاص. ففيديو النهارده خلص، وايه بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله اوه.